ورد في الكلمة الأولى هذه التقديمية، احنا في الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء نذكر بأننا ضد هذا المسار برمته منذ انطلاقته إلى اليوم إلى كل استتباعاته، وبالتالي ونؤكد بأن كل الأحداث اللي بدأت منذ أعلان السيد قيس سعيد عن التدابير الاستثنائية وانقلابه على دستور ثورة الحرية والكرامة إلى اليوم كل الأحداث أكدت صحة تخوفاتنا وانتقاداتنا وما دبهنا له وقع محطة بعد محطة. هذا المناخ اللي سبق الاستفتاء تحدث فيه الأستاذ غازي الشواشي، أنا دون إذن نكتفي بهذا القدر من هذا المؤتمر ونبقى في ذات السياق نتحدث حول هذا الجدل الدائر.